Bonjour, bonjour, j'espère que rakoum labes alikoum, sihhtkoum labes. Donc, dima dans le cadre d'Yel Toujed, d'Yel Chihuat Ramdan, je partage avec vous cette la tsrar d'Yel Djej Halloween. Voilà, ma radish n'touloul hadra l'yom bzef, donc radi m'chi l'bz tabliya d'yali, ou n'jiw n'bdaw ala barakatillah. دونك هنا عندي واحد 2 كيلو ديال البصله تقريبا الوغ حتى بديت كنشلضها بيديا ومن بعد وانا نقول بون تفكرت الغوبو دونك فيك لا كونتيتي كثيره غادي ندوز كلشي في الغوبو دونك دابا غادي نصب الدجاج ديالي الوغ هنا عندي واحد الدجاجه بون خديت دجاجه كبيره غادي ندير معلقه ديال سكنجبير معلقه ديال الخرقوم شويه ديال البزار الملحه بيان سور شويه ديال السمن الا كيبان لكم السمن ديالي بحال هكا انا حيت كنكون عندي في الكونجيلاتور بون فيك ما كنستعملش السمن بزاف كيطول عندي اي باش ما يزيدش قدام دونك كنديرو في الكونجيلاتور وهنا عندي دويمه ديال الزعفران حيت ما عنديش زعفران شعره وغادي ندير شويه ديال القزبر ومعدنوس البصله ديالي ها هي دونك تشلضات اي على بركه الله غادي نبدا نصيب ديال الدجاج دونك هنا درت الخرقوم سكينجبير مليحه بزار دويمه د الزعفران ديالي الوغ غادي نزيدو السمينه ديالنا بون البنات هنا الدجاج ما كنحتاجوش نرقدوه باسكو راه غادي يطيب على خاطرو اون بليس مفصل دونك غادخل معاه الاقامه ما غنحتاجش ما احتاجيتش نرقدوه غادي يطيب على خاطرو غادي يدخل معاه الاقامه غادي نزيد شويه ديال الزيت نشحر الدجاج نديو نجيبو واحد شويه يدخل معاه الاقامه ومن بعد نزيد الربيع ونزيد البصله ودوك واحد جوج عبيدات ديال القرفه ونخليه يطيب على خاطرو الوغ دابا دخلت ليه كما كتشوفوا حركته دخلت ليه الاقامه مزيان غادي نخليه كوميم يتشحر شويه وبون انا عندي هي كون كانت شي طنجره اللي غتكون مسرحه ويكون الدجاج كله مسرح سي انكور ميو ولكن انا شفي افيك سكو جي باسكو هاد لي بلاك اندكسيون بون كيعصبوا شي شويه خصك لو لي زوستانسيل ديالهم اي دونك عندي انا غير لا كوكوت اللي نقدر ندير فيها الدجاج فوالا دونك بون جاني شي فوق شي مي بون غنخليه يطيب على خاطرو راه غادي يشرب الاقامه كوميم دونك غادي نخليه يتشحر دابا شي شويه ومن بعد نزيد عليه واحد شويه ديال البصله والربيع اللي باقا ما زدتش واحد جوج عبيدات ديال القرفه دونك هنا انا زدت البصله اون فيت درتها دونك حركت الدجاج دونك البصله هبطات لتحت وبيان سور غادا تهبط اللي ما كيبغيش يطيبهم اونصابل يدير غير شويه البصله مع الدجاج حتى يطيب الدجاج على خاطرو ويطيب البصله بوحدها انا فايته طيبتهم سيباري سيباريمون ولكن دابا بون درت كلشي راه غادي يطيب ومن بعد غادي نهز الدجاج وغادي تبقى ديك البصله كتشحر على خاطرها بون غادي نزيد واحد شي شويه ديال الماء غير باش ما تشدش ليا باسكو انا غنخليه يطيب على خاطرو ديكور البصله غادي يطلق ليا الماء وكيف ما قلت لكم غادي نزيد واحد جوج عبيدات ديال القرفه اي فوالا دونك لا غادي نزيد جوج عواد ديال القرفه ديالي صافي وغادي نخليه يطيب على خاطرو ما غاديش نسد عليه غادي نخليه يطيب على المهل بشويه عليه هنا عبرت واحد نص كيلو ديال اللوز غادي نديرو يتسلق صافي اللوز ديالي طلعت فيه الغليه غادي نحيدو فوالا دونك انا صفيتو غادي دابا نقشرو وبيان سور من بعد خصو يتقلى الوغ الدجاج ديالي ها هو طاب غادي نهزو ومن بعد غادي نخلي ديك البصله تشحر بون البصله ديالي البنات ها هي وقفات شفتو ملي كندير بحال هكا ما كاينش كاع الماء الوغ دابا انا غادي نزيد فيها واحد المعلقه كبيره ديال العسل مول العسل اللي كنستعمل هو هذا شوفو سي فوي دونك ديال ليدل اي بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش انا كنبغيها حلوه شويه اللي ما كيبغيش الحلاوه ما يزيدش العسل
دونك وجدت ربعه البيضات ديالي، غادي نبدا ندير بوحده بوحده ولا نهرس وحده ونزيدها ديريكتومون مع التحراك بيان سور. بيان سور خصنا نحركو ما نخليوش البيض يطيب، دونك فوالا غادي نخليها مازال تنشف شي شويه. ما قلتش لكم قبيله العويده ديال القرفه بيان سور راه حيدتهم ملي حيدت الدجاج. الوغ هنا صافي نشفت اللوز ديالي مزيان وبديت كنقلي، دونك درت الرميه الاولى بيان سور، درت الزيت بارده دونك اللوز كيتقلى في الزيت بارد. الوغ انا بديت كنهز في اللوز دابا، راكم عارفين اللوز راه مازال ملي كتحيديه من الزيت مازال كيزيد ياخذ اللون. صافي اللوز ديالي ها هو قليته، بون انا حاولت نشفو شويه من الزيت دونك بدلت ليه لو بابي ابسوربون بليزيوغ فوا، فان غير جوج المرات. ودابا غادي نطحنو، غادي نهرمشو في لو روبو ديالي. الوغ صافي البنات دابا ما بقى لي غير نسم اللوز، ها هو هرمشتو غادي نوريكم. فوالا كيجي بحال هكا. غادي نسمو بشويه ديال ما زهر، شويه ديال القرفه المسكه الحره وشويه ديال ما زهر. الوغ غندير لو سكر غلاس، انا هنا ما غاديش نزيد السكر بزاف باسكو زدت العسل مع البصله ديالي، دوكو دونك ما غاديش نزيد، غادي نزيد جوج معالق ديال السكر. غادي نزيد معلقه ديال القرفه ديالي، شويه ديال المسكه الحره، الا السكر كم غندير جوج معالق، الزهر غادي نزيد غير شي شويه ما زهر. فوالا غادي نزيد غير واحد شويه. دونك فوالا كيف ما شفتوا الزهر زدت غير واحد جوج معالق كبار، ما عامرينش بزاف باش اللوز كيبقى كامل ما كيفزكش، انا كيعجبني يبقى كروكون. دونك فوالا انا دابا كلشي عندي موجود، اللوز الوغ الدجاج ملي قطعته بيان سور خلطته مع بعضياته باش ما يجينيش البلون دو بولي معزول ويجيو البسيطلات شي وحدين ناشفين، دونك خلطته مزيان. هنايا البصله ديالي والبيض، هنايا الزبيده باش غادي ندهن الورقه. فوالا دونك انا حيدت منها الحليب وغادي نزيد فيها شويه ديال الزيت حيت هاد الورقه كتجي كروستيونت الا انا كنخلط الزبده والزيت. الورقه ها هي هادي اللي غنستعمل، بو عندي الصغار والكبار دونك غادي نبدا بالصغار. الوغ انا مشيت جبت هاد الصينيه هي اللي كنخدم فيها باش كتبقى الروينه كلها هنايا، داك الزبده اللي كندهن بها دونك الروينه كلها، ما كنحمش نخدم فوق البلان دو طرافاي ملي كنكون كندير بسطيله. اوي بلاتي بعدا غادي نشرح لكم واحد الحاجه، انا دابيتود كندير لاطاي موين ولكن هاد العام جي ديسيدي ندير لاطاي فريمون صغيره. ها نتوما هذا هو لومبورت بيس اللي غادا ندير باسكو ان فيت ملي كان قلت ملي كنديرهم كبار شي شويه دونك سوا ما كناكلوهمش دونك كيبقاو والغدا ما كيبغي ياكلهم لك حتى واحد وكيبقاو راكم عارفين كيبقى داكشي في الثلاجه وتعاودي تجبديه اي دوكو ما كيتكلش، ولا الا كليناهم ما كنقدروش ناكلو شي لاخر. راكم عارفين تبارك الله ما كنديروش غير حاجه وحده في لاطابل، دونك انا هاد العام جي ديسيدي نديرهم فريمون صغيورين. دونك غادي ناخذ الورقه ندهنها شويه بالزبده، ناخذ العقده ديالي باردون لومبورت بيس بيان سور. المهم كنلعب معاها شويه ديال الدجاج باش يشد بلاصتو، شويه ديال اللوز من فوق، صافي كندكها مزيان ونبدا نسد. كنهزها
ناخذ الورقه الاخرى ديالي دهنها ونحط فوالا وكنسد بلا فارين اي فوالا هالبسيطه ديالي. فوالا البسيطلات ديالي ها هما كملتهم. وهنايا طيبت لينا شي وحدين درتهم، هادو درتهم كبر من اللي غادي ناكلو ان شاء الله في رمضان، دونك هادو طيبتهم غادي ناكلوهم دابا. Donc, je vais me faire le congélateur d'avant. Alors, ça fait d'abord que je mets tout en ligne. Bon, je vais vous dire que vraiment j'ai oublié. Donc, alhamdoulilah, je vais vous dire. Et voilà, donc d'abord, je vais vous dire la vidéo. Je vais vous dire à une prochaine vidéo, inshallah.